على فكرة أجازة نصف العام قريبة، فبتبقى فرصة الناس اللي ما راحتش صعيد مصر، فرصة على فكرة أن أنتوا تزوروا، الشباب يزوروا ويتفرجوا. وببقى نفسي زي ما يعني رئيس جامعة سوهاج اللي اتكلمنا معاه دكتور مصطفى عبد الخالق وقال أنه بقى في رحلات للأماكن والمشاريع كمان للمناطق اللي بيتم فيها التجديد والمشروعات، لما الشباب اللي في المدرسة واللي في الجامعة يروحوا الأماكن دي، لأن دول الشباب بتوع بكرة، يروح ويشوف مش بس اللي احنا بنقوله في التلفزيون أو بيتفرج عليه، لا هو يلمسه على أرض الواقع، يتعرف يشوف إيه المدينة الجديدة، إيه اللي حصل، إيه التطوير اللي حصل، فبالتالي يديله أمل. وعلى فكرة صعيد مصر بديع، يعني هتروحوا تقضوا أجازة وتتبسطوا، وحقيقي جميل وبديع، والمناظر حلوة، والنيل والخضرة وحاجات حقيقي حلوة. خلينا نكمل كلامنا في اليوم الجميل اللي كان موجود النهاردة وتنمية الصعيد، وكنا في سوهاج. خليني أروح لدكتور أشرف كمال، أستاذ الاقتصاد الزراعي بالمركز القومي للبحوث. مساء الخير يا دكتور. مساء الخير على حضرتك يا أستاذة شفقي وعلى مشاهدي القناة الكرام. مساء الخير يا فندم. أنا لو بتكلم على سوهاج وباخد الكاميرا فوق، فأنا هشوف كمية خضرة وزراعة بديعة، والتربة الخصبة اللي موجودة بسبب النيل هتخليني أفكر في حاجات غير قصب السكر. هل ده صحيح؟ هذا صحيح، ويعني هذه المناظر الخلابة التي أشرت إليها حضرتك تشير إلى تنوع كبير في قطاعات الإنتاج الزراعي المختلفة في الصعيد. ورغم هذه المناظر الخلابة وهذه الجذور التاريخية الضاربة في الأعماق، إلا أن الصعيد كان مهملا لعقود من الزمن، لكن حدث به زخم كبير في الآونة الأخيرة بدءا من عام 2014 من خلال كثير من الجهود على مختلف الأصعدة التنموية. تمام. أذكر على سبيل المثال مثال واحد، مشروع 1.5 مليون فدان. طبعاً. على مستوى الجمهورية غالبية هذا المشروع تقع في محافظات الصعيد. صحيح. 65% منه بالتحديد. أيوة. تقع في محافظات الصعيد، محافظات الجيزة وبنسيوف والمنيا وقنا وأسوان، فضلا عن المحافظات الحدودية الوادي الجديد ومرسى مطروح. زخم كبير في هذا السياق. واليوم يعني كان يوم جميل بالفعل كما أشرت حضرتك، افتتاحات الرئيس، مشروع حياة كريمة، ويعني لا يمكن تحقيق تنمية اقتصادية حقيقية في مصر دون ذلك، دون التنمية الريفية، تنمية الريف المصري الذي يشكل وعاء لأكثر من 50% من سكان مصر. أكيد. فضلا عن التنمية الزراعية والصناعية، يعني ذلك كان درس الأزمة المالية العالمية عام 2008. دول ميزان مدفوعاتها يبدأ من سلع مدعومة بشدة وانتهاء بسلع عالية المكون التكنولوجي، وقالوا ان الدرس الذي وعيناه هو الاقتصاد العيني، الصناعة والزراعة. طبعا. بدأت مصر في خطوات هامة في هذا السياق، ويتحدث الاقتصاديون كثيرا عن السياسات النقدية والسياسات المالية، لكن السياسات الانتاجية للصناعة والزراعة التي تهتم بها الحكومة الآن هي أهم من السياسات النقدية وأهم من أكيد. السياسات المالية. طيب خليني أخذ من التايتل بتاع حضرتك أستاذ الاقتصاد الزراعي، فإحنا هنا بنتكلم على اقتصاديات جديدة، بتكلم على زراعة بالعلم. يعني يمكن زمان المصري القديم أو الفلاح البسيط كان بيزرع بالفطرة بالخبرة، ولكن دلوقتي عندنا علم وعندنا أبحاث وعندنا أفكار وعندنا إن أنا أقدر أعمل حاجات، وكمان التغير المناخي اللي بقى موجود بقى بيغير حاجات كتير. إيه اللي هنقدر نستفيد منه خصوصا في محافظات الصعيد بما تملكه من تربة خصبة؟ ما أشرت إليه حضرتك بغاية الأهمية، ولقد تطورت الزراعة تطورا كبيرا على مستوى العالم، حتى أننا وصلنا إلى ما يعرف الزراعة الذكية مناخيا والزراعة الرقمية، والتغيرات المناخية أصبحت دراماتيكية كما أشرت حضرتك، فكانت هناك يعني سيول وفيضانات على مستوى العالم، وظهر ذلك في إطار مؤتمر كوفي، مؤتمر المناخ كوب 27. تمام. بشكل واضح. يمكن الاستفادة يعني من خلال جهود المراكز البحثية في مصر والأقسام العلمية في كليات الزراعة بشكل كبير، من خلال التوسع الرأسي بتطوير أصناف
قليلة المكف في التربة، قليلة الاستهلاك للموارد المائية، عالية الإنتاجية، ومتحملة للإجهاد البيئي والإجهاد الحراري. على سبيل المثال في مشروع تشكى الخير الذي يقع أقصى جنوب الصعيد، يعني يتم زراعة المحاصيل المتوائمة كفاية بس القمح، يعني القمح كان موجود في تشكى، كفاية القمح يعني والكركديه ومختلف الحاصلات السودانية وكثير من الحاصلات بهذا السياق. تقدم كبير، تقدم العلمي، ولقد أخذت به مصر بشكل كبير من خلال أدوار مركز البحوث الزراعية، أكبر صرح علمي زراعي تطبيقي في الشرق الأوسط، ومركز بحوث الصحراء، وتظهر ويعني من محافظات الصعيد نصيب كبير من تلك المشروعات بشكل واضح. أكيد نتمنى دايما أنه مع العلم مع الخيرات الموجودة عندنا في مصر نقدر بجد يعني نعمل تنمية مختلفة لمستقبل قادم بإذن الله. دكتور أشرف كمال، أستاذ الاقتصاد الزراعي بالمركز القومي للبحوث، بشكر حضرتك شكرا جزيلا.